السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله يا دكتور. أخباركم إيه؟ الحمد لله تمام. الشاشة واضحة؟ الشاشة واضحة يا شباب؟ شايفين الشاشة؟ اه الشاشة يا واضحة. دكتور تمام، واضحة. الصوت واضح. تمام، اه يا بسم دكتور الله، توكلنا على الله. طيب الأول احنا كان عندنا كويس كيس من المرة اللي فاتت، فاكرينها؟ اه يا دكتور طيب، حد وصل لدايجنوزس، كانت 30 years old female والليجن كان since birth. انتوا سألتوني على الكونسيستنسي، قلت لكم انها سوفت، اوكي، والليجن زي ما انتوا شايفين كده السايز بتاعها يعني كوري فلاور لايك، وعلى الرايت جلوتيال ريجن، والباثولوجي بتاعها كان ده. وكانت الأسئلة ايه الدايجنوزز that you reached, what are the pathological findings اللي احنا شفناها. الأول حد وصل للدايجنوزز؟ اه يا دكتور انا ممكن اقول لحضرتك اتفضلي. نيفوس لايبوماتوزس. نيفاس ليبوماتوزس سوبرفيشياليس. تمام، حد له رأي تاني؟ طب depending on what يا دكتورة بسمة؟ ان هي دكتور جايه في الجلوتيال ريجون وعامله زي كريبري فورم كده باترن وسينس بيرث والباثولوجي فيها فات سيلز والفات سيلز واصلة فين؟ أهم حاجة وصل للدرمس للديرمس، المفروض ان الفات بيبقى موجود فين؟ في في السبكتينيوس السبكيتينيوس تيشو. بالظبط كده، دي الدايجنوز بتاعها باثولوجيكالي، مش محتاج كلام. اوكي، نيفوس لايبوماتوز سوبرفيشياليز. تيسس. بالظبط كده. طيب اوكي، طب لو احنا عايزين تريتمنت اكسجن، nothing more. اوكي، طبعا اكسجين السايز ده يعني ما يتسابش بالمنظر ده يعني، اوكي، لو هي حاجه صغيره اوكي، بس دي ده سايز كبير قوي واكيد بيضايقها في كل حاجه يعني. طيب اوكي. اول حاجه احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم على الاورال ليجنز، هاو تو كلاسيفاي، يعني هاو تو دايجنوز عموما، سواء الاول بالكلاسيفيكيشن وبعدين بالكلينيكال فايندنجز بتاعت كل حاجه، عشان في الاخر نوصل لما نشوف اورال ليجن نعرف نشخصها. فبالنسبه للكلاسيفيكيشن هنقسمهم ايذر انها تبقى انفكشوس او اوجينيتك اوريجن او اسوشيتنج سيستميك ديزيز او تروما او اكتينيك دامج او دراج اندوست او اميونولوجيكال او بيناين او مالجنت نيو بلازمز او اوف انون ايتيولوجي. فلو قلنا اول حاجه الانفكشنز، طبعا بكتيريال وشهير قوي الدنتال ساينس والاكتينومايكوسيس والاوريفيشال تي بي. الفيرال يا هيربس سامبلكس وده كومن اكتر حاجه بنشوفها، يا فاريسيلا زوستر، يا كوكساكي اللي هو هيدينا الهاند فوت اند ماوث، يا هيومن بابيلوما فيروس وهيدينا برضو ليجنز في الاورال ميكوزا زي اللي بنشوفها في الجينيتاليا، يا الابشتن بار فيروس وده هيدينا اورال هيري ليكوبليكيا، يا الهيربس فيروس 8 اللي هو بيدينا الكابوشي ساركوما. وفانجل انفكشن زي الكانديدا، الميوكورمايكوزز، الهيستوبلازموزز او المايسيتوما. السبايروكيتال انفكشن سيفليتك شانكر كاركترايزد باي بينج سيم اسيمتوماتيك، تمام، وفيرم زي ما احنا شايفين كده. اوكي، ولو جه في الاورال ميكوزا هيبقى موستلي كومن السايز بتاعته بتبقى اللبس ذن التانج والبكال ميكوزا، ونفس الشكل بتاع الشانكر اللي بيجي على الجينيتاليا وطبعا معاه لينف نود افكشن. طيب نيجي بقى للديفلوبمنتال اور جينيتك ديس اوردرز. عندنا الفورديسس بوس اللي هي الاكتوبيك سيبيشيس جلانز اللي بتيجي على اللبس، اوكي، زي ما احنا شايفين في الصوره هنا، بتبقى يلوش ان كلر وسمول ان سايز، وعباره عن يعني دوتس صغيره كده، عباره عن اكتوبيك سيبيشيس جلانز، وبتبقى اسيمتوماتيك والبيشنت بس بيجي يشتكي من الشكل بتاعها. اوكي، طبعا التريتمنت بتاعها ان لو هو حابب ان هو يشيلها تبقى ليزر بس طبعا مش هيبقى ايه اي فورم غير الابليتيف ليزرز، تمام، ويس بيتر تو بي يعني ايه يعني نجلكتد، نطمن العيان وخلاص. اوكي، وعاده هتبقى زي ما هي على اللبس او في الاورال ميكوزا، هتبقى برضو موجوده على الجينيتاليا سبيشالي على الليبيا ان فيميلز. الجيوغرافيك تانج دي ممكن تبقى ايديوباثيك، الجيوغرافيك تانج اهي بتبقى شكلها ماب لايك، وبيبقى الليجنز فيها ابسنس اوف بابيلي، الليجنز اللي هي افكتد
تمام، يبقى هنا هتبقى اترافيك ليجنز وذ ابسنت بابيلي، والايدجز بتاعتها هتبقى وايتش ان كلر زي ما احنا شايفين كده، وتشينجز اتس شيب كل فتره، يعني كل فتره كده تلاقي شكلها اتغير، فعشان كده بيسموها الجيوغرافيك تانج، عامله زي الماب. ودي ممكن تبقى ايديوباثيك، و40% ممكن تبقى اسوشيتنج السورايسس، وعاده ممكن يبقى معاها كمان سكروتال تانج لما تبقى سورياتيك اوريجن. والسكروتال تانج دي اللي هي طبعا فيشرد او سكروتال تانج زي الصوره اللي احنا شايفينها، ممكن كمان يبقى هيمانجيوما، ممكن يبقى بيجمنتيشن. نيفويد بيزل سيل كارسينوما سيندروم، حد عارف النيفويد بيزل سيل كارسينوما سيندروم بيبقى فيها ايه؟ اللي هو جورلين يا دكتور. بالظبط كده. طب يبقى فيه ايه في الجورلين؟ بالنسبه للاورال ميكوزا انا ما يهمنيش كل القصه اللي فيها، انا عايزه الاورال ميكوزا بيبقى فيها ايه؟ بما ان ممكن يبقى بيزل سيل لا كارسينوما هو بيبقى فيه سيست في الميكوز. كيراتينوس سيست بتبقى موجوده، اودونتوجينيك اودونتوجينيك سيل. سيست بتبقى موجوده في مينلي في الماندبل with looseness of teeth، تمام. بس طبعا بيبقى فيه basal cell carcinoma extensive lesions of basal cell carcinoma that starts early in age، وجايه واخده ايه اي حته بقى، الفيس، الاكستريميتيز، البالموسول ان ابيتد فورم او كده. بس انا اللي يهمني بالنسبه ان احنا هنتكلم النهارده على الاورال ليجنز ان بيبقى معاها السيس اللي احنا قلنا عليها كيراتوجينوس سيس، وبتبقى mainly في الماندبل with looseness of teeth، ممكن كمان التيث تقع. طيب الهيري تانج ده برضو، والباكي اونيكيا كونجينيتا والديسكيراتوزيس كونجينيتا والدارير، انا جايبه لكم صور للحاجات دي. الباكي اونيكيا كونجينيتا طبعا كلنا عارفين انها جينو درماتوزس which is X linked dominant inherited، فبتيجي مور ان فيميلز واسوشيتد وذ بالمو بلانتر كيراتوديرما، وهيبقى معاها سوري الباكي اونيكيا كونجينيتا اوتوزومال دوميننت، لا سوري الثانيه الديسكيراتوزيس، سوري يبقى دي اوتوزومال دوميننت انهيرتد، وبيبقى الديفكت في الكيراتين نمبر 6 او 60، والكيراتين 6 اللي هو فيه منه الاي والبي والسي، عشان كده فيها انواع على حسب الديفكت في اي كيراتين. هي يعني الديفكت هنا في الديس جينيتك ديس اوردر هيبقى في التايبس اوف كيراتين اللي بتبقى افكتنج مينلي النيلز والاورال ميكوزا والسكن، فهتيجي في النيل تعمل لنا هايبرتروفي اوف ذا نيل، بيراميدال شيبد هايبرتروفي زي ما احنا شايفين كده، فيري هارد نيل والسب انجوال هايبركيراتوسس اللي هو ما تقدرش تقص ولا تقرب منه، تمام. وبيبقى طبعا ده افكتنج النيلز اوف ذا توز اند ذا نيلز اوف ذا فينجرز سينس بيرث، وبيزيد في الثيكنس بتاعته وذ ايج، وبيبقى معاه بالمو بلانتر كيراتوديرما، في بعضهم بيبقى معاه هايبر هيدروز اكستنسيف هايبر هيدروزس. والاهم عندي بقى في الاورال ميكوزا ان احنا هنلاقي ليكو كيراتوزس، بس دي بيناين ما تتحولش ليه مالجنت، ما فيش فيها مالجنت ترانسفورميشن، تمام. بينما الديسكيراتوزيس كونجينيتا ده دي اللي اكس لينك دوميننت انهيرتد، فبتيجي اكتر في الفيميلز او موست كومنلي في الفيميلز، بيبقى معاها اتروفي في النيل زي ما احنا شايفين كده او انونيكيا، وهيبقى معاها بويكيلودرما وحاجه بنسميها فانكوني انيميا، وبيبقى معاها كمان ليكو كيراتوزيس، بس دي بقى بري مالجنت. ده يهمنا بقى ان احنا لما نلاقي هنا ليكو كيراتوزيس في حاله ديسكيراتوزيس كونجينيتا تو بي فولود اب، عشان دي ممكن تقلب سكويموس سيل كارسينوما ليتلي، انما هنا ات از بيناين بس اشورنس. والحاجات الثانيه بقى ايه احنا بنتعامل معاها. يعني نيجي بقى ليه الدارير برضو اجينو درماتوزيس واوتوزومال دوميننت انهيرتد، والديفكت هنا بيبقى في ايه يا جماعه؟ دكتور بيبقى فيه زي وايت باكتلز لا على لا انا البكتر بتكلم على ميكوزا الديفكت، على او البالت. الديفكت فين، الجينيتك ديفكت فين، الاي تي بي تو اي تو هي الكالسيوم بامب، شوف في الاخر هو الكالسيوم بامب هيبقى فيها مشكله، وبالتالي الكالسيوم ده مهم جدا عشان الفورميشن بتاع الديسموسومز، فهيبقى فيه باثولوجيكالي هنلاقي ايه، هيبقى فيه ديسكراتوزس مع اكانثوليسس، اكانثوليسس وديسكيراتوزس، بس الديسكيراتوزس هيبقى اكتر من الاكانثوليسس في الدارير عكس الهيلي هيلي، الاثنين اخوات قرايب يعني نفس الديفكت نفس الجين، بس هنا هيبقى مور ديسكيراتوزس في الدارير، هناك هيبقى مور اكانثوليسس. اللي احنا بنشوفه بقى كلينيكالي طبعا الديرتي وورتي بابيوز اللي هي الفيروكاس ليجنز دي اللي بتبقى موجوده اوف سيبريك ديستريبيوشن واوفنسيف ان اودر، النيل افكشن اللي بيبقى موستلي طبعا اهم حاجه فيه الفي شيب نوتش اللي في الاخر دي، بس بيبقى فيه كمان سترايشن وايت اند ريد، تمام. واهم حاجه بقى بالنسبه لنا النهارده الوايت كوبل ستون
بابيولز اللي بتبقى موجوده على البقه الميكوزا وعلى التانج. اوكي، ودي مهمه قوي لازم ندور عليها يعني. تمام. طيب السيستميك ديس اوردرز اللي مي بي اسوشيتد وذ ميوكاس ميمبرين او اورال افكشنز، عندنا الاديسونز هنتكلم عنه ان ديتيل قدام، والباست والكرونز والرايتر واللايبويد بروتينوزز والجرانيلوماتس كيلايتس والمالتي سنتريك ريتيكولوسايتوزز والفاجنر جرانيلوماتوزز والكاودونز والزانثوما ديسيميناتا. الحاجه اللي مش هنقولها ان ديتيلز هتكلم بسرعه عنها دلوقتي. عندنا الفاجنر ده نوع من الايه، الفاجنرز جرانيوماتوزز، ده عباره عن ايه؟ مين عارف؟ جرانيوماتوز برافو عليك، جرانيوماتوز ماسكولايتس بيبقى فيها هيستوسايس، بس مين اللي هيبقى فيه اهم حاجه؟ هيبقى فيه فاسكولايتس، يعني فايبرين ديبوزيشن ان ذا بلاد فيسل وول. تمام. وده بيدي في الاورال ميوكوزا المنظر احنا شايفينه، الاستروبري لايك جنجيفال هايبربليجيا اللي احنا شايفينها دي هنا، ستروبري لايك جنجيفال هايبربليجيا. وممكن يدينا كمان ايه، بايدورما جانجرينوزم لايك ليجنز. تمام. على السكن وعلى الاورال ميكوزا، which may cause perforation، يعني يعمل perforation حتى في الهارت بالت، ده الفاجنر. تمام. الكاودونز هنتكلم عنه، الزانثوما ديسيميناتا بما انها يعني هتبقى في افكتنج السكن والميوكوس ميمبرين، فهنلاقي برضو يلوش بابيولز زي ما هنلاقيها على السكن هنلاقيها في الميوكوس ميمبرين، which may affect even the larynx، وممكن ساعتها تعمل لنا ايه لو وصلت للارينكس، زانثوما لو وصلت للارينكس هتعمل ايه؟ اسفكسيا، مش هتوصل لاسفكسيا بس هتعمل هورسنس، نارينجال لانها هتعمل بالظبط هورسنس بالظبط كده، لانها هتيجي افكتنج الفوكال كورد زيها زي اللايبويد بروتينوزز اللي احنا شايفينه في الصور ده. وانا جبت لكم قبل كده حالات لايبويد بروتينوزز كتير احنا بنلاقي فيها اي لاين ماتيريال ديبوزيتد على السكن وعلى الميوكس ميمبرين. في السكن مينلي طبعا هتبقى في على الاكسبوز اريا زي الفيس مثلا والاكستنسورز اوف ذا اكستريميتيز. في الفيس بتدينا وات وي كول البيدد بابيلز اللي بتبقى عند الاي لاشز زي ما احنا شايفين في الصوره. في الميوكس ميمبرين اللي يهمنا النهارده ان التانج بتبقى كانوت البيشنت كانوت بروترود هيز تانج. اوكي، لان بيبقى فيه هاي لاين ماتيريال ديبوزيشن، فالتانج بتبقى يعني زي ايه تاي اون كده، مش قادر يطلع لسانه قوي. وطبعا الهورسنس اوف فويس اللي بيحصل نتيجه الهايلاين ديبوزيتس اللي موجوده في اللارينج زي ما احنا شايفين، وعلى الفوكال كوردز اهي نفس الهايلاين ماتيريال اللي موجوده على السكن موجوده في الميوكس ميمبرين، وهي دي اللي هتعمل لنا الهورسنس اللي احنا بنسمعه مع العيان بتاع اللايبويد بروتينوز. يبقى مش بس اللايبويد بروتينوز اللي بيحصل فيه هورسنس، اني كونديشن ذات افكتس ذا فوكال كوردز هيحصل فيها ميوكس ميمبرين افكشن وتافكتس ذا فوكال كوردز هتحصل فيها هورسنس. اوكي، involving immunological reaction زي البيمفيجاس فيلجاريس والسيكاتريشال بيمفيجويد. ماشي. طيب الاكسس السر طبعا هنتكلم عنه ان ديتيلز، احنا قلنا الرايتر هنتكلم عنه ان ديتيل والكرونز، فاحنا ايه كده قلناهم كلهم تقريبا، الحاجات اللي مش هنتكلم عنها ان ديتيلز اتكلمنا فيها. الكاودنس ده مالتي كانسر جينيتك ديس اوردر، هي جينيتك ديس اوردر وذ مالتي tumors او multiple tumors mainly affecting the thyroid والبريست. تمام. بس ممكن يجي في الاوفريز، ممكن يجي في الجي اي تي، بس عادة نشوف ادينوما of the thyroid او ادينوكارسينوما of the thyroid وادينوما or ادينوكارسينوما of the breast. تمام. وعادة تيجي اكتر في الفيميلز، اللي بنلاقيه بقى على السكن اللي هي بنسميها ايه؟ ايه التيومر اللي ايه؟ صوت عالي شوية. ترايكوليموما. برافو عليكي. ونفس الليجنز بتبقى موجوده على على الميوكس ميمبرين اوف ذا اورال ميوكوزا وعلى التانك زي ما احنا شايفين كده. وبقى في فايبرومز بتبقى موجوده على الاكستنسورز اوف ذا اكستريميتس، يبقى دي ترايكوليموما ودي فايبروما، وبرده نفس الترايكوليموما اللي بتبقى موجوده على الميوكس ميمبرين. تمام. ودي مالتيبل تيومر سيندروم. خلاص. المالتي سنتريك ريتيكولوسايتوزز عباره عن ايه؟ حد عارف؟ لانجهانس وبتبقى mainly affecting females in the middle age، وواحدة من البارانيوبلاستيك سيندرومز. اوكي، وعادة لما بتيجي بقى في الميوكس ميمبرين زي نفس الليجنز اللي بتبقى موجودة around the او بي انجوال اريا اللي هي بتبقى كورال ريد appearing papules او nodules على الجم زي بالظبط اللي احنا بنلاقيها على السكن around the او في البري انجوال اريا.
موستلي طبعا بيبقى لازم هيبقى فيه افكشن في الجوينتس سبيشالي ذا سمول جوينتس، واللي هتعمل لنا ديسيبلنج روماتويد لايك ليجنز او روماتويد لايك فيتشرز في الجوينتس، وبتعمل ديسيبلنج، ودي وان اوف ذا مين فيتشرز في المالتي سنتريك ريتيكولوسايتوسس. وممكن يبقى معاها كمان انكريس في الليبيد بروفايل، والبيشنت دي الانترنال مالجنسي او الحاجه الاسوشيتنج مالجنسي ممكن تبقى ايه موستلي بلد، يعني هنلاقي لوكيمياز بقى ليمفوماز حاجات زي كده. اوكي موستلي يعني. اوكي التروما ممكن الليكوكيراتوزس ده سام سورت اوف تروما، الفايبروما اوف ذا تانجو دي بنشوفها كتير قوي بالذات في الاطفال اللي بتعض لسانها. اوكي هتلاقيها زي ما انتم شايفين كده على السايز اوف ذا تانجو، احيانا على البكال ميكوزا، وتلاقيها سكين او سوري ميوكاس ميمبرين كولورد فيرم ان كونسيستنسي، وفي الكيميكال بيرن اللي ممكن يحصل نتيجه اي كيميكالز العيان اخدها او حاجه اريتنت. الاكتينيك دامج اللي ممكن يحصل مع السان اكسبوجر زي اللينتجنز والاكتينيك كيلايتس، والدراج اور رياكتيف دراج رياكتيف اور انفلاماتوري كونديشن زي الفيكس دراج ايربشن، وده كومن سايت للاورال ميكوزا واللبس، والالرجيك كونتاكت ستوماتايتس بقى، والالسراتيف لايكن بلانس هنشوف اللايكن بلانس بكل انواعه في الاورال ميكوزا، والاريثيما مالتي فورمي والستيفن جونسون والبيجمنتيشنز وات ايفر ذا كوز ممكن تبقى سكندري لدراج زي الميثوتريكسيت ومينوسايكلين الفينيتوين او الانتي مالاريانز. الاميونولوجيكال زي البيمفيجوس والسيكاتريشال بيمفيجويد واللوبس. البيناين نيوبلازمز اند سيستس زي البايجينيك جرانيلوما اللي احنا شايفينها هنا دي. اوكي وطبعا البايجينيك جرانيلوما لما تيجي على الاريا دي هتبقى في بليدنج كتير جدا بقى، خاصه الاريا دي اصلا الماوث والبيري اودنتال اريا بيبقى فيها تروما كتير بقى من الاكل والحاجات زي كده، فهيبقى في بليدنج على طول، العين هيجي يشتكي من بليدنج. الهيمانجيوما زي الليجن دي هتبقى ده سينس بيرث غالبا. والفينوس ليك زي دي مثلا. اوكي وهيبقى الميوكوسيل اللي هو نتيجة رابشر هيحصل في السمول سليفري داكتس فيدينا سيست، السيست دي فيها ميوسن، والإريتيشن فايبروما اللي احنا لسه متكلمين عليها من شوية. المالجنانت نيوبلازمز بقى الاكتينيك كيراتوزس اللي بتحصل في اللبس، والسكوميس الكارسينوما والمالجنانت ميلانوما، هي دي اشهر تيومرز هتيجي في الأورال ميكوزا. لو اتكلمنا على الافس ألسر هنقول انها painful mucosal ulceration، وهنقول انها 3 types مهم او ان احنا نعرف انها painful وانها sharply marginated زي ما احنا شايفين with central whitish او grayish floor، والperiphery بتاعتها reddish زي ما احنا شايفين كده في الصورة، و 3 types are present الminor type اللي هو اقل من سنتي، والmajor 1 to 3، والherpetiform اللي هيبقى hundreds و very tiny erosions. طيب نفرقها من ايه؟ من البرايمري هيربيتيك جينجيوفاستوماتايتس، من الهاند فوت اند ماوث ديزيز، طبعا الثانيه هتبقى موستلي افكتنج يانجر ايج وهتيجي مش ريكارنت، انما الافس السز عاده بتبقى ريكارنت. والهاند فوت اند ماوث هيبقى كمان معاها ليجنز موجوده في الهاند والفوت، وهتبقى شكلها ايه شويه كده اوفل ان شيب واخده الكريسز، بس هي تقريبا برضو هتبقى يعني ايه فيزيكلز اكتر منها ulcers، وهتبقى surrounded برضو by a red rim نفس الايه الفكرة. الاريثيما مالتيفورمي طبعا ممكن تبقى secondary لي herpes simplex، وممكن تبقى secondary لي drug whatever، بس طبعا هيبقى فيه ulceration بقى في الاورال ميكوزا، بس على السكن هيبقى فيه lesions الايه targetoid lesion اللي احنا عارفينها. البيمفيجاس والبولاس بيمفيجويد والسيكاتريشال بيمفيجويد شكلهم مختلف، والالسرز بتبقى لارجر، والقدرة العيان طبعا الجنرال كونديشن بتبقى باد مش زي هنا بتبقى جود كونديشن. الاورال لايكن بلانس هنشوف المنظر بتاعها طبعا يختلف عن الريكارنت افتر سوماتايتس. الرايتر هنتكلم عنها. الفيكس دراج ايربشن طبعا بيبقى لونه باين لان هو بيبقى لونه شويه فايليشيس تو بلو ان كلر. السيستميك كيموثيرابي بقى هيبقى على حسب الدراج اللي بيتاخد والسايد افكتس بتاعته. البيسيتس هتكلم عنه برضو بالتفصيل. طبعا اس ان انفلاماتوري فاسكولوباثي وذ مالتي سيستم انفولفمنت، وعاده ان هي بيبقى البيشنت ده عنده الاتش ال اي بي 51 او الاتش ال اي بي 5، اكتر حاجه ال 51 بس ليس كومن ال 51 ال 5. الحاجات اللي انكريمينيتد في انها تعمل تريجرنج بقى، هو لازم العيان اصلا بريديسبوزد عنده جينيتك بريديسبوزابيلتي،
طب ايه الحاجات اللي ممكن تزود بقى او تعمل تريجرينج؟ عندنا الستريبتوكوكس سانجينوس، البارفو فيروس بي 19، الهيربس سيمبلكس فيروس اند هيباتيتس سي فيروس. كل الحاجات دي لو عيان اصلا عنده تندنسي ممكن تعمل له تريجرينج للبهست. طبعا احنا عارفين ان البهست ده اكلينيكال دايجنوز ديزيز، محدش يقول لي هاخد باثولوجي في بهست. تمام يا شباب؟ اوكي، في كرايتيريا اتعملت عشان نشخص البهست، كل كرايتيريون منهم بياخد عدد من البوينتس معينه بحيث ان احنا بعد كده نقدر نوصل هل ده بهست ولا لا. نعرف ازاي لو احنا السكور بتاعنا اقل من 3 ده is not considered بهست، بينما 3 is considered probably بهست، اكتر من 4 ده شور بهست. طيب ايه هي الداتا او السيمبتومز اللي احنا بندور عليها والبوينتس بتاعتها؟ اهم حاجه 3 حاجات، الاوكيولر والجينيتال والاورال ليجنز. اوكي، الجينيتال ليجن اهم عندي كلينيكالي من الاورال، لان الاورال بيجي في حاجات كتيره، انما الجينيتال ليجنز اللي بتيجي ريكارنت تمام بتبقى مور سبيسيفيك للبحث عن اي حاجه تانية، عن الاورال او الاوكيولر ليجنز. والاوكيولر برضو مهم عندي، لان احنا عندنا ده هيديني 2 بوينتس والجينيتال 2 بوينتس والاورال 2 بوينتس. يعني انا لو عندي جينيتال واورال بس خدت 4 بوينتس يبقى انا كده شخصت البهست، او اوكيولر وجينيتال برضو شخصت البهست. تمام، السكين ليجنز باختلافها كلها اللي احنا هنتكلم عنها، هي سواء بقى بايدورما جانجرينوزم لايك، اريفيما نودوزم لايك، الاكني فورم ايربشن، السوبرفيشال فاسكيلوباثي اللي بيحصل، كل الكلام ده هيديني واحد بس، بوينت واحده. النيورولوجيكال بوينت واحده، الفاسكولار بوينت واحده، البوزيتيف باثولوجي بوينت واحده. تمام، فقلنا الابيديميولوجي ان هو اكتر بيجي في الثيرد تو فورث ديكيدز، وان هو مور كومن في الناس اللي هي بتاخد ساكنين في طريق الحرير القديم اللي هي تركيا وجابان وساوث ايشيا وميدل ايست وتشاينا، واكتر في الميلز عن الفيميلز. وقلنا طبعا الايه ان هو اكتر في الاتش ال اي بي 5 والاتش ال اي بي 51 اسوشيتد يعني بيرسونز، وان البينفول الالسرز فيه بتبقى بينفول وإرابت ان سايكليك فاشن، يعني بتروح وترجع تاني ترد كتير. اوكي، الميكوكوتينيوس مانيفيستيشنز احنا اتكلمنا عنها بسرعه، هي رولد اور بالنسبه للالسر رولد اور اوفر هانجنج بوردر ان نيكروتيك بيز وذ ريد ريم، هيبقى اكبر من بتاع الريكارنت افتر ستوماتايتس. برضو نفس المنظر اللي هو ايه، بس هنا البوردر بتاعته اوفر هانجنج بس برضو نيكروتيك بيز وريد ريم، نفس المنظر بس هنا حجمه اكبر، عدد الليجنز اقل والريكارنس اعلى، وطبعا فيري بينفول. ممكن يبقى معاه بقى اذر ليجنز زي الارثيما نودوزم لايك قلنا، زي الانفلاماتوري باستيوز او اللي هي اكني فورم ايربشن، زي السوبرفيشال ثرومبوفليبايتس، زي السويت سيندروم لايك او بايدورما جانجرينوزم لايك ليجنز، لانها واحده من النيتروفيليك درماتوزيز، فكل النيتروفيليك درماتوزيز ممكن تبقى مانيفست. بالنسبة للآي طبعا بنشوف عندنا posterior uveitis و anterior uveitis، ده أشهر حاجتين، بس ممكن retinal vasculitis، musculoskeletal non erosive asymmetrical oligoarthritis. neurological في ربع العيانين بس، ومينلي بيبقى يا cranial nerve pulses يا meningo encephalitis. الفاسكولار بقى aneurysm arterial occlusion whatever. ال GIT ulcers. الباثولوجي تيست ما يهمنيش قوي لانه في الاخر بيديني 1 بوينت بس، يعني لو هتعمله طبعا بتعمل زي بتجيب نيدل ستيراين نيدل وتشك بيها العيان وتشوف العيان بعد من 24 48 ساعه at the site of puncture المفروض هتلاقي فيه inflammatory pustule. تمام، وده مش بس في البث، ده في اي حاجه من الايه النيتروفيليك درماتوزيز هيبقى بوزيتيف برضه. طيب التريتمنت بتاع البهست، الاورال السرز طبعا هنعالجها بالبوتن توبيكال ستيرويد. اوكي، ممكن انترا ليجنال انجكشن اوف ستيرويد 3 ل 10 مللي بير ام ال انجكشن في الالسر بيز. الثاليدومايد طبعا عمرنا ما هنستخدمه في حالات ايه، ها مين اللي ما ينفعش نحط نديله ثاليدومايد؟ البريجننت عموما في الفيرتل ايج، يعني انا دلوقتي دي ممكن تجيت بريجننت اني تايم وانا عايزه امشيها على حاجه انتي انفلاماتوري للبهست، يبقى اكيد مش هينفع الثاليدومايد. لو هي مينوبوزل او قبل ما تتجوز اوكي، هي في الفيرتل ايج ومتجوزه وشي نيدز تو جيت بريجننت او كود جيت بريجننت حتى لو باي اكسيدنت، بلاش الثاليدومايد خالص. الكولشيسين والدابسون جود تشويسز عشان تو كيب ذا بيشنت اواي فروم ذا اتاكس ريكرنت اتاكس. السيستميك ستيرويد برضو بيتاخد في الاتاكس از
in a dose of 0.5 milli per kg. ممكن الازاثيوبرين، سايكلوفوسفاميد، كلورامبيسيل او سايكلوسبورين، كل الكلام ده يعني اوكي. وفي الجديد بقى الابريليماست، ابريميلاست اللي هي اورال سيلكتيف فوسفودايستريز 4 انهبيتور، ده الفيرست اند اونلي ابروفد تريتمنت باي ذا اف دي اي فور اورال السرز اسوشيتد وذ بيرسز ديزيز، ده سيلكتيف فوسفودايستريز 4 انهبيتور. الليكوبليكيا بقى ده تيرم كلينيكال، ما ينفعش ان انا اقوله الا لو انا لسه ما وصلتش لتشخيص باثولوجيكال. يعني لو قلت ليكوبليكيا يبقى انا لسه ما عملتش، ما خدتش عينه. اوكي، once I had a biopsy from this patient خلاص انا الليكوبليكيا دي ما تتقالش، يتقال التشخيص بقى. البيولوجيكال بيهيفير بتاعها رينجز من benign لمالجنت، يبقى دي حاجه ديسكريبتيف تيرم، كلينيكال ديسكريبتيف تيرم. It presents as a white plaque that cannot be wiped out or wiped off. يعني الكانديدا احنا بنشيلها، لو شدتها كده بتتشد معاك بشاشه كده ولا حاجه ممكن تشيلها، انما دي لا، ليكوبليكيا وايت بلاك ما تقدرش تمسحها بشاشه او تشيلها. اوكي، فدي تعرفها وده كلينيكال تيرم. ايه بقى الحاجات اللي ممكن تعمل ليكوبليكيا؟ عندنا الليكوكيراتوزس زي ما اتكلمنا، في حاجات جينو اللي اتكلمنا عليها، في حاجات فاريشن اوف نورمال، في فراكشنال كيراتوزز اللي بيجي مع الفراكشن ده، زي مثلا الناس اللي عندها شارب توث اور دنتشر. لينيا البا دي حاجه كده بتبقى لينير وايت بلاك، بتبقى موجوده على البكال ميكوزا، ودي نتيجه ال برضو الايدج اوف ذا تيث بيبقى ايه شويه، العيان بيعمل كلينشنج كده او بيتك على البكال ميكوزا شويه فيعمل لنا الوايت ديسكلاريشن ده، وده برضو فاريانت اوف نورمال عند بعض الناس. في نيكوتين ستوماتايتس، وده بنشوفها في الناس اللي بتدخن بايب او سيجار، عاده الاول بتبتدي كدوتس صغيره ريدش في الفلور او الروف اوف ذا ماوث سوري، زي ما احنا شايفين في الصوره كده، وبعدين بعد كده لما لو هو عمل سيسيشن اوف سموكينج دي هتقلب بوايتش ديسكالريشن واتس نون بري مالجنت، هي اريتيشن بيحصل في السليفري جلانز اللي في المنطقه دي فتعمل لك المنظر ده عند الاوبننجز بتاع السليفري جلانز. طيب ايه الهيري تانج ده؟ الهيري تانج ده الونجيشن للفايليفورم بابيلي. احنا قلنا في المايجراتوري جلوسايتس التانج بتبقى فيها ايه بقى العكس؟ بيبقى فيها ايه؟ الاتروفي اوف ذا بابيلي. اتروفي بالظبط كده، هنا بقى الونجيشن لدرجه انها تعمل لك حاجه زي الشعر كده او زي الوبر طالع كده، فبنسميها فايليفورم بابيلي. وده ممكن يبقى وايت، ممكن يبقى براون، ممكن يبقى بلاك. الوايت ممكن يبقى فاريشن اوف نورمال، بس لو احنا قلنا براون يبقى ممكن مع التوباكو سموكينج، والبلاك مع تايب اوف كروموجينيك بكتيريا، واحد الهايجين بتاعه الاورال ميكوزا بتاعته مش كويسه. الايتيولوجي طبعا بورلي اندرستود، بس ممكن يجيب التوث براش سوري التانج براش بقى وينظف بيها التانج بتاعته الدورسم اوف ذا تانج، فتشيل الايه الفايلي فورم بابيلي دي لو هي زي ما قلنا كروموجينيك بكتيريا او هي نتيجه التوباكو سموكينج وهو وقف التوباكو فعلا. التوباكو تشيورز وايت ليجنز دي عاده بنشوفها في اخواتنا اليمنى اللي بيقيطوا، اللي بياكلوا القط او بياخدوا بيحطوا القط كده في بقهم، بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بتبقى شويه فيها الميوكوزا يعني زي ما احنا شايفين كده جرانيولر ان ابييرنس وهايبرترافيك وايتش ان كلر، تمام؟ ودي لا دي بقى اللي بنقلق منها لانها بري مالجنت، تمام؟ يبقى الليجنز اللي هي بتاع التوباكو تشيور وايت ليجنز اللي هي بتيجي في البكال ميكوزا وبتبقى عامله يعني زي كوبل ستونين كده وايتش ديسكالريشن، دي اللي بنقلق منها. اوكي، بتبقى فيها رينكلين كده وهايبرترافيك ميكوزا. في الاسبرين او كيميكال بيرن ممكن يحصل مع الناس اللي بتاخد الاسبرين وتحطه تحت لسانها، تمام؟ ده هيعمل كيميكال بيرن كده نكروزز وبينفول ألسر زي ما احنا شايفين في الصوره. الاورال هيري ليكوبليكيا ده هيومن بابيلوما فايروس سوري ابستن بار فايروس انفكشن. الابستن بار فايروس طبعا احنا عارفين ان هو ممكن يبقى موجود في اي انديفيديوال لو الاميون سيستم بتاعه كويس، مش هيبقى مانيفستد. امتى هيبقى مانيفستد؟ في الناس اللي عندها لو اميون سيستم مع الاتش اي في، لما السي دي 4 نمبر سي دي 4 سيل نمبر يقل، الكاونت بتاعه يقل، يبتدي الابستن بار فايروس اللي كان يعني الاميون سيستم مداريه يبتدي يبان ويديني وات وي كول اورال هيري لوكوبليكيا. وده بيبقى زي ما احنا شايفين كده وايت كوردري يعني زي القطيفه او زي المخمل ابييرنس بلاك، وبيبقى موجود في الانفرولاترال اسبيكت اوف ذا تانج،
وده ماركر يعني، اول بتشوف كده تعرف العيان ده اتش اي في بوزيتيف، لان زي ما قلنا الابشتن بار فيروس مش هيعمل الاورال هيري ليكوبليكيا ده الا لما يكون السي دي سيل كاونت قليل. تمام. الهيومن بابيلوما فيروس الكوندايلوما اكيوميناتا طبعا برضو كومن اكتر في الناس الاتش اي في بوزيتيف. تمام. بيبقى شكلها وايت بابيلز، اكيد كلكم شفتوا حاجات زي كده كوندايلوما اكيوميناتا في الاورال ميكوزا زي ما بنشوفها في الجينيتاليا بالظبط. وبرده الهيومن بابيلوما فيروس 16 و18 اكتر حاجات انكريمينيتد ممكن تقلب سكويموس سيل كارسينوما. اذر وايت ليجنز بقى ممكن كيراتو اكانثوما، سكويموس سيل كارسينوما، سب ميكوزال فايبروزز، وات ايفر بقى. المهم ايه، دي ذا موست كومن كوزز للوايت ديسكالريشن في الاورال ميكوزا. طب الاريثيبيتس ليجن او الاثروبليكيا دي اما ديسبليزيا يعني سكويموس سيل كارسينوما ان سايتو، يا انفيزيف سكويموس سيل كارسينوما. الديسبليزيا او سكويموس سيل كارسينوما ان سايتو وايت تو ريد، وبتبقى بورلي ديفايند بوردر نون هوموجينس ان كلر واند ماي ألسريت زي ما احنا شايفين الليجن اللي هنا دي. بينما دي سكويموس سيل كارسينوما ريدش فيلفت وذ ايذر ستيبلد اور باتش ليكوبليكيا، وبتبقى على الماوث على الفلور اوف ذا ماوث في الميل، بينما بتيجي على البكه الميكوزا في الفيميلز. يعني سكويموس سيل كارسينوما لها مكان محدد في الميل غير الفيميل. في الميل تحب الايه الفلور اوف ذا ماوث، في الفيميل تحب البكه الميكوزا. خلاص اتكلمنا عن الميجراتوري جروسايتس مفيش داعي نتكلم عنها تاني، واتكلمنا عن الفيشر سكروتال تانج. الراديو ثيرابي او الكيمو ثيرابي اندوست ميوكوسايتس ده انفلاماتوري كونديشن ذات اوكرز افتر ذا development of او starting of x-ray or chemotherapy. بعد اسبوع او اسبوعين من الستارتنج هيبتدي يحصل الميكوزا يبقى فيها erosions و ulceration وتبقى painful، والعيان ده يبقى عنده dysphagia وحاجة بنسميها stomatodynia اللي هي pain in the salivary glands و dysphagia زي ما قلنا، واللبس and oral mucosa برضو dental caries يبتدي يظهر، ممكن يحصل candidiasis و poorly fitting dentures يعني ممكن حتى اسنانه تقع. وده طبعا ايه مجرد ما بيوقف الراديو ثيرابي او الكيمو ثيرابي بتبتدي الامور تتحسن شويه. الاورال لايكن بلانس بيظهر في 30 40 ل 60% من البيشنتس اللي عندهم لايكن بلانس بيبقى عندهم ليجنز في الاورال ميكوزا، ولازم تاكزامن الاورال ميكوزا ان بيشنت وذ لايكن بلانس مانداتوري. احنا قلنا امتى مش هيبقى موجود، لو هو يعني طبعا هو موجود في اكتر حالات اللايكن بلانس، بس الدراج اندوست ما بيبقاش فيها اورال لايكن بلانس. طيب ممكن يجي في صوره ايه، ميلكي وايت بابيلز الاشهر طبعا ريتيكولت نت لايك باترن اللي بيبقى في البكه الميكوزا، ممكن يجي هايبرتروفيك او اتروفيك ايروسيف او ألسراتيف، ممكن يجي بولس بس عاده البوله بترفشر بسرعه فمش هتشوفها لان طبعا في تروما كتير في الاورال ميكوزا، او يبقى عنده ديسكوماتيف جينجيفايتس. تمام. ال LE 25% من العيانين اوف سيستميك ال اي هيجي ب ليجنز ان ذا اورال ميكوزا، وده مهم قوي ان انت تدور عليه لان البيشنت بيبقى عنده بينلس ليجنز. تمام. كرونيك بلاكس وبينلس ليجنز، وبتبقى شكلها زي ما احنا شايفين كده سكالوت وايت بوردر راديتنج وايت سترايب. الكانديدا طبعا كلنا بنقدر نميزها، اللي بتيجي على التانج وتاخد الايه المنظر اللي احنا شايفينه الكوت ده الوايت كوت، بس ده نقدر نشيله بنعمله ويبنج اوف بشاشه او كده كود بي ويبد اوف. وطبعا اكتر لما يجي مع الكرونيك ميكوكوتينيوس كانديدايسز والاتش اي في اسوشيتد بيشنتس، وساعتها هيبقى معاه في التراكيه والاسافيكس. الكونتاكت سوماتايتس ده لايكينويد تشينج، وبيحصل نتيجه الفليفرز زي السينامون مثلا. الناس اللي السلام عليكم يا شباب، الصوت وعليكم السلام ورحمة الله. الصورة واضحة؟ تمام. طيب واضحين انا معلش هي محاضرة غلسة شوية، انا مش حاسة ان انتم متجاوبين معايا. لا احنا مع حضرتك محاضرة طيب مفيدة احنا دلوقتي جدا. هنتكلم عن كونتاكت ستوماتايتس. زي الكونتاكت درماتايتس كده في كونتاكت ستوماتايتس، هي لايكينويد رياكشنز بتحصل نتيجة يا اما فليفرز زي مثلا ايه الناس اللي بتمضغ لبان كتير فيه سينامون او منت او منتول او فانيلين او كده ممكن يعمل،
الميتلز اللي بتبقى موجوده في بعض الادويه. زمان كانوا بيحطوا الميركري والجولد والسيلفر في ادويه، فدي برضو ممكن تعمل. الاسينشال اويلز زي كلوف اللي هو القرنفل، الليمون اند اورنجز، الحاجات دي برضو ممكن تعمل لنا كونتاكت ستوماتايتس لايكينويد رياكشن. هيبقى يعني ايه في ulceration كده في المكان ده. طيب هي شكلها ايه؟ ريد وايت ليجنز، ممكن varying من انها تبقى ايروجن لالسر، او ممكن تعمل سترايا زي ما قلنا كده وايت استرايشن. ليجنز دي ار فاوند في الايه السايت اوفندنج ايجنت، لو هي بيمضغ لبان مثلا تلاقيها في البقال ميكوزا، لو هو بيمص حاجه مثلا زي قرنفل او كده ممكن تيجي على التنج، وات ايفر بقى الاريا اللي هو حاطط فيها الاوفنسيف ماتيريال هي اللي هتظهر عليها الليجن اللي احنا اتكلمنا عليها، ريد وايت السر او ايروجن او سترايا. التريتمنت طبعا نبطل ناخد الاوفندنج ايجنت ده ما دام هو بيعمل له مشكله، وممكن نعمل كينا كورتين اورا بيس عشان نعالج الايه اللايكينويد تشينجز اللي حصلت. طيب في دراج ريليتد جنجيفال هايبر بليجيا، دي كومن قوي مع الفينيتوين في 50% من الحالات، طبعا ده انتي ابيليبتيك، مع النفادبين في 25% اوف كيسز وده كالسيوم شانل بلوكر، ومع السايكلوسبور ان احنا بنستخدمه كتير جدا في حالات السورايسز والاتوبيك درماتايتس وحاجات كتيره كاميونو سبريسيف، بيظهر في حالات 25% من الحالات اللي بتاخد السايكلوسبورين. يبقى احنا ناخد بالنا لو لقينا جام هايبر بليجيا او جنجيفال هايبر بليجيا ان احنا ندور على السبب، نسال على التريتمنتس اللي بياخدها العيان ده. في انكومن دراجز ممكن تعمل كده يس، زي الاريثرومايسين، زي الكوترايموكسازول، الاستروجين، الليثيوم اند امفيتامينز. طب التريتمنت الاورال هايجين الكويسه مع الديسكونتينيشن اوف اوفندنج دراج اذا كان ممكن نستغنى عنه، واكسجن للاكسس جنجيفا، دي بقى طبعا دنتست هو اللي هيعمل. طيب التي بي اوف ذا ميوكاس ميمبرين هل له كرايتيريا معينه؟ احنا عندنا تو تايبس اوف تي بي افكشن في الميوكاس ميمبرين، في سكروفلوديرما وفي الاوريفيشال تي بي. السكروفلوديرما دايما هتيجي على يا اما ليمف نود يا اما جوينت، حاجه بون مثلا افكشن في الاريا دي، فنتوقع انها دايما هتيجي فريلي موفابل في الاول، وبعد كده ممكن تبقى دوي وفيكسد شويه، وبتحب قوي الباروتيد اريا والماندبل، لانها لو جت في الباروتيد اريا هتبقى كده افكتد بايه الحته دي الليمف نودز اللي في اللي هي البري اوريكولر ليمف نودز، ولو جايه على الماندبل يبقى جايه اباف جوينت اللي هي جايه في بون، يعني كان في تي بي في البون ده وبعدين بعد كده حصل السكروفلوديرما. والادج لازم في اي حاجه تي بي يا جماعه، اي تي بي ألسر لازم هتبقى اندر مايند، ده رول تمام. الريزلت طبعا فروم كوتينيوس سبريد، ده اللي هي السكروفلوديرما زي ما قلنا سبريد من الليمف نود او البون او الجوينت. طيب الاوريفيشال تي بي بقى لا، برضو اندر مايند بوردر، وكمان انها تيجي على اللبس او التونج او السوفت اند هارد باليت، موستلي دي هتيجي من اوبن تي بي، اوكي اوتو انكيوليشن من مايكوبكتيريا من الايه الموجوده في اللنج، وحصل بقى ايه اكسبكتوريشن مع السبيوتم، طلعت بقى حصل عملت انوكيوليشن في البكه الميكوزا، فعملت لنا الالسر اللي احنا شايفينه اندر مايند ايدجد ده تمام. فده لو شفت الاندر مايند ايدجد السر في الاورال ميكوزا في الاريز اللي احنا اتكلمنا عليها دي، او زي ما قلنا كده جاي على الماندبل او عند الباروتيد اريا، يبقى انت هتفكر في التي بي وتعمل تشست اكس راي تمام عشان تتاكد من ايه الدايجنوزس بتاعك، او اكس راي على البون بقى هنا لو في البون افكشن. طيب الاورال هيريكوبليكيا اتكلمنا عنها مفيش داعي نتكلم تاني، قلنا انها هيومن ابشتنبار فيروس انفكشن، وبتيجي في الاتش اي في انفكتد انديفيديوالز لما السي دي 4 سيلز تقل عن الكاونت الطبيعي بتاعها وتقريبا اقل من 200، والهيستوري الانكيوبيشن بتاعها بيبقى من 5 ل 10 ييرز، فتره طويله جدا، لان عاده هي بتبقى الاميون سيستم مغطيها ما تبانش غير لما تحصل الايه السيفير دروب اللي حصل في السي دي 4 سيلز، فدي ستيجما للاتش اي في انفكشن اللي هي الاورال هيري ليكوبليكيا اللي بتيجي في الانفرولاترال اسبيكت اوف ذا تانج، وشكلها تاني شكلها وايتش بلاك، وده وشكلها اليفيتد شويه او كوردري لايك، دي مهمه قوي ان احنا نميزها عشان ايه ندور على العيان ده اذا كان اتش اي في على طول. طيب نفرقها من الايه من الثراش من الكوندايلوما اكيوميناتا، طبعا البوزيشن بتاعها وشكلها وكده مميز، ومن الجيوغرافيك اور مايجراتوري جلوسايتس ولون الشكل مختلف، من لايكن بلانس يعني مور اور ليس، التوباكو اسوشيتد ليكوبليكيا، الميوكاس باتش، السكندري سيفلس،
اللابراتوري اكزامينشن طبعا البي سي ار فيروس ستراكشر الابشن بار. والدرماتوباثولوجي زيها زي بالظبط اللي بنشوفها في الايه الورس اللي هي هيبقى فيه كويلوسايتس اكانثوزز هايبر كيراتوزز وكويلوسايتس. التريتمنت بودوفيلين بيتحط توبيكالي على المكان تمام، وان احنا طبعا نعالج الايه المشكله بتاعت الايه العيان ده اللي هي الدراج زي الاسايكلوفير والفالاسايكلوفير اوكي، بس نعالج المشكله اللي هي الاتش اي في ونحسن الايه السي دي 4 كاونت. الكابش ساركوما طبعا احنا عندنا كذا تايب من الكابش ساركوما، حد يقول لنا كده ايه الكلينيكال فورمز بتاعت الكابش ساركوما؟ كلاسيك يا دكتور تمام وانديميك. كلاسيك برافو. يا دكتور اتش اي في وانديميك اسوشيتد وايبيديميك و تمام. اميون فالاتش اي في ريستريكشن. الكلاسيك طبعا عاده بيجي في الاولد ايج ويبتدي في الايه اللور لمبس وبيبقى ليميتد ما بيبقاش اكستنسيف. الابيديميك الابيديميك اللي هو بيجي في الايه تمام الساوث او في الافريكا في الميدل افريكان الافريكان كونتريز وبيبقى انفكشن ب ايه هو نفس الفيروس اللي بيعمل اللي هو الايه هيربس سيمبلكس فيروس 8 تمام. هنا بقى في الكابش ساركوما الاسوشيتنج اتش اي في تمام، برضو لما السي دي 4 كاونت يقل عن 200 هيبقى بقى اكستنسيف بايلاترال اند سيمتريكال مالتيبل ليجنز، هتبقى سمول ان سايز بس يعني هوربل نمبر بقى. وطبعا الاورال ليجنز دي برضو كومن سايت في حالات الكابش ساركوما اسوشيتنج اتش اي في، وهتيجي زي ما احنا شايفينها كده فايليشيوس ان كولر تمام، واخده الروف او حتى ايفن البكا الميكوزا تمام، اليوفيلا الفارنكس اي اريا، بس هتبقى نفس الكالر اللي احنا بنشوفه في الكابش ساركوما على السكين. والسكين بايبسي هيورينا فاسكولار شانلز لاين باي اتيبيكال انفيليال سيلز ومعاها اكسترافازيتد ار بي سيز وهيموسيدرين ديبوزيت سبندل سيلز والكلام ده كله، طبعا تاخد الماركر سي دي 34. ولازم في حاله زي كده نعمل سي تي ايمجينج فور انترنال اورجان افكشن، لان عاده مش هيبقى بس الميوكوس ميمبرين او السكن، هيبقى فيه ريتيكل انفيليال سيستم افكشن. تتفرق من ايميل بايجينيك جرانيلوما من هيمانجيوما عشان حاجات كلها يعني بتبقى اوف فاسكولار اوريجن، باسيلاري انجيوما والايكيموزس. ايه الباسيلاري انجيوما؟ مين شاطر؟ اللي هي جيت طيب سكراتش المانجمنت ديزيز. الجول هنا تو كنترول ذا سيمبتومز نوت تو كيور ذا الكونديشن نفسها، سو راديو ثيرابي سيستميك كيمو ثيرابي اند تريتمنت اوف اسوشيتنج اتش اي في زي ما قلنا في الايه الوايت فايبرس بابيلوزز او لا مش وايت فايبرس سوري الاورال هير ليكوبليجيا تمام. في الاديسونز بقى ده طبعا سندروم ريزلتنج من الادرينو كورتيكال انسفشنسي وكاركترايز باي بروجريسيف جنرالايز براون هايبر بيجمنتيشن. والهايبر بيجمنتيشن ده له تو تايبس، تايب البيجمنت فيه بيجي في الالترا فايلت اندوست ارياز زي الفيس والدورس اوف ذا هاندز، وتايب تاني اللي هو بيجي في النون سان اكسبوزد ارياز زي الجنجيفا والبكا الميكوزا والكريسز اوف ذا بالمز اند بوني بروميننسز تمام. نشخصها ازاي؟ هيبقى فيه لو سيرم صوديوم هاي سيرم بوتاسيوم اليفيتد بلاد يوريا نيتروجين specific tests for adrenal hormone insufficiency اللي هو هنلاقي فيه الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون عالي والمورنينج كورتيزول قليل. diagnosing plasma cortisol level بتاعه يبقى من 30 ل 60 مللي جرام ده diagnostic تمام. نفرقها من الهيموكروماتوزس من البورفيريا كيتانيا تاردا عشان فيها pigmentation، الكرونيك رينال فيلير، الفيتامين بي ديفيشنسي، الكيموثيرابي بالبليومايسين او الفايف فلوريراسيل او الاذر ايه كيموثيرابي اللي بتعمل pigmentation. الرايتر بقى ده طبعا ان احنا عارفين ان هو حاجه قريبه جدا شديده الشبه بالسورايسس، وان احنا بنلاقيه مع في مينلي في الميلز يعني اليانجر ايج كده اللي هو 22 الـ بنسميهم ايه السيكشوالي اكتيف ميلز، وده ممكن له تو تايبس اوف انفكشن، يا اما يجي فينيريالي انفكتد او يعني سيكشوالي انفكتد او نون سيكشوالي انفكتد. السيكشوالي انفكتد هيبقى باي كلاميديا او يوريا بلازما، والنون سيكشوالي انفكتد هيجي باي من جي اي تي انفكشن او افكشن بليرسينيا او شيجيلا او سالمونيلا. والترايد المعروف للرايترز اللي هو الكونجكتيفايتس مع الارثرايتس مع اليوريثرايتس تمام. وجينيتيكلي في بريديسبوزابيلتي في الاتش ال اي سي بي 27 انديفيديوالز في 75% من الناس الكوكيجينز اللي عنده اللي بيجي لهم رايتر سيندروم تمام.
الكلينيكال بريزنتيشن كلينيكالي بقى على السكن هيبقى زي السورايسي فورم ليجنز، هتبقى موجوده على البالموسول اللي هتدينا وات وي كول كيراتوديرما بلينوراجيكا، وهيبقى عندنا على السيرسونت بالانايتس على الجلانس بينس، وفي الميوكاس ميمبرين هيبقى فيه ايروزف ليجنز اون ذا تانج هارت بالات ريزامبلينج ذا ماجراتولي جلوسايتس، نفس المنظر بتاع الماجراتولي جلوسايتس اللي احنا بنشوفها برضو في حالات السورايسز زي ما قلنا، الماجراتوري جلوسايتس والفيشر تانج بس يعني ممكن اكتر نلاقيهم مع حالات السورايس. وهيبقى معايا كونجنكتيفايتس زي ما قلنا، ونيل افكشن سب انجوال باستيوز زي برضو اللي ما بنلاقيها سب انجوال هايبر كيراتوزز والاونيكولايسز اللي بنلاقيه في السورايسز. وهيبقى معاها ماليز وديسيوريا ويوريثرال ديسشارج، وده بيبقى 1 تو 4 ويكس افتر انفكشن. المشكله كلها بتبتدي بعد 1 تو 4 ويكس افتر انفكشن وذ نون جونوكوكال يوريثرايتس. نفرقها من الحاجات اللي هيبقى معاها ارثرايتس وسكن ليجنز زي السورايسز، زي ديسيمينيتد جونوكوكال انفكشن، زي سيستميك ال اي، الانكيلوزنج سبونديلايتس، روماتويد ارثرايتس، الجاوت والبهست. والمانجمنت للكيتينيوس مانيفيستيشن زي السورايسز بالظبط، هي ريفراكتوري، ممكن نحتاج ان احنا ندي اسيتريتن بدوز 0.5 ملي بير كي جي او فوتوثيرابي اند بوفا. والارتيكولر هيبقى ممكن ندي بقى عشان البين نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري ايجنتس او ميثوتريكسيت او اسيتريتن. كرونز ديزيز ده طبعا معروف ان هو بيجي في الجي اي تي، والاورال ميكوزا 1 ابارت من الجي اي تي كانال، فهيجي برضو بنفس المنظر اللي بنشوفه في الكولون او كده، هيبقى منظره عامل زي كوبلستون زي ما احنا شايفين، وايتش ديسكالرد بابيلز اند بلاكس في البقه الميكوزا. وطبعا هيعمل لما نشوف حاجه زي كده ونشك في الكرونز ديزيز هناخد بايبسي هيدينا ساركويدال جرانيلوما، وهنعمل له ابر اند لور اندوسكوبي عشان نشخص الكرونز بشكل افضل. الجرانيلوما تاسكيلايتس ريفيرز تو از ان انكومن كونديشن، طبعا الاسم الشهير بتاعها الميشر ميركلسون روزنثال سيندروم، وده بيبقى معاها جرانيلوما في الليبس بتبقى انلارجد، وبيبقى معاها سكروتال تانج او فيشال تانج، وممكن يبقى معاها فيشيال بولسي. كل الحاجات دي كاركترستيك للميشرز ميركلسون روزنثال سيندروم. طيب other symptoms that may be present، عندنا ممكن يبقى في fever, headache, visual disturbances, mild enlargement of regional lymph nodes في 50% من الحالات، خلاص قلنا الفيشر تانج والفيشيال بولسي بيجي في حوالي 30% من الحالات، والاوروفيشيال جرانيلوماتوزز. How to diagnose biopsy with sarcoidal granuloma، يبقى sarcoidal granuloma موجودة في الميكروسون روزنثال وموجودة برضو في ايه؟ الكرونز ديزيز. ماشي؟ الجرانيلوما تاسكيلايتس برضو التريتمنت بتاعها ايه بقى اللي هي الميكروسون روزنتال؟ توبيكال كورتيكوستيرويد، ممكن لونج تيرم انتي انفلاماتوري انتي بايوتيك نديه لمده سنه تقريبا. انتراليجنال لما يبقى فيه سويلنج ستيرويد طبعا. نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري ايجنتس، كلوفازيمين ده من الايه الدراجز اللي بناخدها في ايه يا شباب؟ الكلوفازيمين برافو، ما حدش بيتكلم النهارده في الليد ريسيرش. برافو يا بس. السلفا سلازين، وممكن سيرجيكال ريدكشن لو هي بقى خلاص احنا عملنا كل حاجه والدنيا مش ماشيه، هنعمل سيرجيكال ريدكشن للب. الاريتيشن فايبروما اتكلمنا عنها وقلنا انها بتيجي اكتر في اليانج ايج، وبتيجي على السايز اوف ذا تانج، ممكن تيجي في البقه الميكوزا، والكونسيستنسي بتاعها فيرم، وبالتريتمنت باي اكسجن. الميوكوسيل برضو قلنا اتكلمنا ان هي بتيجي نتيجه الاوبستراكشن اللي بيحصل في السمول سليفري جلانز سوري سليفري داكس، وهتدينا سوفت سيست زي ما احنا شايفين كده فيها ميوسن، ممكن تتفتح حتى كده ايفن بنيدل، ممكن تشيلها بالكتروكوتري، ممكن تعملها اكسجن سيرجيكال. طيب البري مالجنت نيوبلازمز بقى ايه الحاجات البري ديسبوزنج ليها؟ عندنا التوباكو سموكينج والهيومن بابيلوما فيروس، وانا هضيف كمان ان احنا اللايكن بلانس الاسرتيف تايب برضو من الحاجات البري مالجنت، فالمفروض ان الحاجات دي الريسك فاكتورز كلها نتخلص منها لو احنا نقدر نعالج الاورال لايكن بدري، ما نستناش عشان يجي بعد كده يعمل لنا سكويمس الكارسينوما. العيان اللي احنا شايفين ان هو عنده تندنسي وابتدى يحصل له مثلا وايت ليكو كيراتوزز وهو بيدخن، نوقف له التدخين تمام، وكذلك الالكوهول يوز. الكلينيكال بريزنتيشن طبعا بيبقى ممكن تيجي كرونيك سوليتري باتش او بلاك اون ذا اوروفارينكس او ريد فيلفت ابييرنس، برضو تبقى ستيبلد
وتبقى تدينا برضو ايه ليجن سموث اند باتش باتش وذ مينيمال اور نو ليكوبليكيا. والسايز بتاعها فاريبل والسايت بتاعها اي حته. واحنا قلنا الاكتر دي يجي في الفلور بتاع الماوث في المن وتيجي في البكال ميكوزا في الفيميلز. المانجمنت طبعا اي ليجن ده بقى رول يا جماعه، اي ليجن قعد اكتر من 3 اسابيع في الاورال ميكوزا اعملوا بايبسي على طول. ده منظر الفيروكال كارسينوما which is a well differentiated squamous cell carcinoma. وزي ما احنا شايفين في البقه الميكوزا يبقى كده في فيميل مش في الميل، لان الثانيه هتيجي في الفلور اوف ذا ماوث. اكستنسيف هايبر كيراتوتيك وايت ليكوبليكيا، وهنا ممكن تبقى الاونكوجينيك هيومن بابيلوما فايروس ك فاكتور ليها. الفيروكاس كارسينوما بالذات الهيومن بابيلوما فايروس تايب 16 اند 18 هي المين بريديسبوزنج فاكتور ليها. هتعمل لك المنظر ده اكستنسيف هايبر كيراتوتيك وايت ليكوبليكيا، ودي ويل ديفرنشيتد لو جريد سكويمس سيل كارسينوما وذ جود بروجنوزز. وطبعا برضو تاني هنقول ان اي ليجن قعدت اكتر من 3 اسابيع في الاورال ميكوزا شيلها اعمل لها بايبسي. والمانجمنت اجريسيف سيرجيكال انترفنشن، دي بنسميها ايه يا جماعه؟ الفيروكاس كارسينوما اوف ذا اورال ميكوزا لها اسم اورال لاسمارين بابيلوما اسمها ايه ليفنشتاين بتاعت الجينيتال، وعندنا الاكل بتاع الاورال ميكوزا كلهم فيروكاس كارسينومز. وفي واحده بتيجي على الفوت وبتبقى شبه الورت برضو، بس بتبقى ايه بقى لها لونج هيستوري وتشال وترجع تاني، اللي هي بتاعت ايه بيسميها ايه حاجة اوف ذا سول، بس انا مش حد فاكرة فاكر، اسمه انا شخصيا مش فاكره دلوقتي. هي حاجه زي يعني ايه زي شكل الرابتس رابتس فوت، بس مش قادره افتكر الاكسبريشن دلوقتي، خلينا نبقى نراجعها سوا. تمام. فهي فيروكاس كارسينوما كلها ويل ديفرنشيتد اوف لو جريد، بينما بقى السكويموس سيل كارسينوما اوف ذا ليب از هايلي انفيزيف. ليه بقى؟ لان اللبس طبعا البلاد فيسز بتاعتها عاليه جدا كتيره، وفي نفس الوقت الليمفاتكس بتاعتها كتيره كونكتد للسبمنتال والمانديبولر والسيرفايكل والبيري اوريكولر، وحاجه هيصه كتيره قوي. تمام. فعشان كده دي ما نستناش عليها الاكتينيك كيلايتس اللي ممكن تقلب بسكوينس سيل كارسينوما مع اللب. This is very invasive و very metastasizing. طيب it accounts for about 5% of all neoplasms in men و 2% في ال females. The clinical presentation granulating velvet plaque on or nodule with stippled hyperkeratotic lesion and plus minus ulceration. The site the lip, the floor of the mouth, the central and lateral sides of the tongue. طبعا تاني الرول بتاع ان انت لازم تبايبسي اني ليجن اكتر من 3 اسابيع في الاورال ميكوزا، وده طبعا التريتمنت بتاع اجريسيف سيرجيكال انترفنشن. البيشنت دي الحقيقه جات لنا الاول بالبابيول دي على اللور ليب. تمام. بعديها بشهر احنا حولتها الاورام الحقيقه، بس هي شي نجلكتد وجات لنا بعد شهر بالمنظر ده ايفرتد ايدجد ألسر زي ما انتم شايفين كده بالمنظر البشع ده، والباثولوجي بتاعها طبعا سكويموس سيل كارسينوما، والديرموسكوبي وايت سيركلز زي ما احنا شايفين كده وايت ستراكشرلس ارياز زي هنا اوكي، ولوب فيسلز اهي اوكي، وسنترال كيراتين اللي هو الدارك كولر ده اللي هو البلاك او براون وبينك او ريد باك جراوند. وده بعد ما عملوا لها اكسجن لللب، عشان طبعا كانت الدنيا اتاخرت جامد جدا فعملوا لها اكسجن اوف ذا هول لب. اخر حاجه بقى عندنا الاوروفارينجيال ميلانوما، ودي طبعا كومن اكتر في الدارك بيرسونز او الافريكانز. عاده الميلانوما اوف ذا اورال ميكوزا او ذا ميوكاس ميمبرين والاكرل بتيجي اكتر في الدارك بيرسونز عن الوايت بيرسونز. طبعا بيجمنت ممكن تيجي كمان ايه اميلانوتيك، ما تبقاش لونها بلاك كده زي ما احنا شايفينها، يعني ده من حظه انها ايه بانت. طبعا ممكن تيجي في اي حته مش بس في البقه الميكوزا، ممكن تيجي في الجي اي تي وساعتها مش هتتشخص لانها هيدن، بس لو جت في الاورال ميكوزا وكان لونها بلاك هتبان. فلو لقيت اي حاجه بلاك في الاورال ميكوزا عند حد دارك انديفيديوال معلش برضو ما تسيبهاش وشيلها برضو او اعمل لها بايبسي الاول وتطمن، وبعد كده ايه لو كانت هيمورج خلاص، لو كانت حاجه وبتكبر يبقى لازم تتشال وتتعمل بقى سيرجري. تمام. الايمينوبولس ديس اوردرز افكتنج اورال ميكوزا، كلنا عارفين البانفيجس والبولس بانفيجويد والسيكاتريشال بانفيجويد
الفرق ما بينهم ان البولس بيمفيجويد عاده ما بيديش اورال ليجنز، بينما البيمفيجاس فالجاريس لازم هيدي اورال ليجنز، ايذر ستارتس وذ اورال ليجنز او ليتلي هيبقى فيه ات اني ستيب من الديزيز او اني ستيج من الديزيز هيبقى فيه اورال ليجنز. اوكي، وهي هتبقى اكستنسيف، هتاخد البكال ميوكوزا وهتاخد الهارد والسوفت باليت وممكن توصل للاسوفجس وتبقى اكستنسيف. اوكي، والجنجيفا كمان واكستريملي بينفول. بينما سيكاتريشال بينفيجويد مش بس هتاخد الاورال ميوكوزا، لا كمان هتاخد الكونجنكتيفا وممكن تاخد ايه الجينيتلز، الميوكاس ميمبرين اوف ذا جينيتاليا، ولو انا برضو البينفيجس ممكن يافكت الجينيتاليا، بس هتعمل سكارينج، هنا هتعمل سكارينج. طبعا الاميونو فلوريسنس هو الحاكم في الموضوع ومش هنشخصها بس كلينيكالي، لازم اميونو فلوريسنس. واخيرا احنا ايه يعني نتمنى لاخواتنا ربنا يوفقهم يا رب ويكرمهم، والف رحمه على الشهداء النهارده في المواصي خان يونس، الله يرحمهم ويتقبلهم في الشهداء، ولعنة الله على الكافرين، وان شاء الله القدس موعدنا بامر الله رب العالمين فاتحين، واشوفكم على خير ان شاء الله. ان شاء الله المره الجايه بقى كلينيكال كيس. اوكي يا شباب، معلش ما فيش كويس كيس النهارده لان المحاضره طويله قوي. اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا له جدا، سؤال بحاجه؟ شكرا جدا لوقتك. انا بس يا دكتور دورت عليها على جوجل دلوقتي لقيتها اسمها كارسينوما كانيكيولاتم اوف ذا سول، من شكل الليجن الفوت بتاع الرابت. كويس كده، كارسينوما كانيكيوليتم اوف ذا فوت، يبقى احنا عندنا الاكرمن وعندنا ليفنشتاين والكارسينوما كانيكيوليتم. شكرا يا بسمه وشكرا لكم كلكم، ونشوفكم على خير يا رب. السلام عليكم. مع السلامه.